وبعدين تساؤلات بقى الشارع، يعني احنا لازم نجاوب على تساؤلات الشارع، دي مش التساؤلات بتاعتنا احنا بس، دي تساؤلات الشارع المصري. ما تيجي تتكلم الاستبعاد ده هل هو يعني معيار معين حضرتك لجأت ليه في التقييم، ولا مباراة ليبيريا على سبيل المثال هي كانت السبب وراء ذلك؟ طب لو كانت مباراة ليبيريا، فعلى فكرة محمد شريف يعني كان متألق جدا، طب السبب فين؟ بعدين فكرة هنا برضو ان حضرتك تحدثت عن ضم لاعبين ما كانوش اصلا موجودين، زي ما كنت بتكلم عن احمد فتحي وياسر ابراهيم، طب برضو هذا الاختيار بناء على ايه؟ الشارع المصري برضو بيتساءل، طيب هل الجهاز المعاون كان ليه راي في ده ولا لا؟ فكل ده اعتقد لازم هنتكلم فيه مع كابتن عرابي، لان من حق الناس تعرف السبب. وعلى يعني برضو الشيء بالشيء يذكر، المفروض ان في مؤتمر صحفي بكره وكيروش هيتكلم عن فكره هنا القايمه وعلى اي اساس، فكلنا اكيد منتظرين برضو نفهم.